التحليلية من الميادين. وفد سعودي وعماني في صنعاء الأسبوع المقبل تمهيدا للاتفاق على وقف إطلاق النار. هل باتت نهاية حرب الأعوام الثمانية في اليمن قريبة؟ بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن فوضى الانسحاب من أفغانستان. هزيمة تولد انقسامات مع حسابات واشنطن الحقيقية في الحروب الفاشلة. مسار التقارب السوري التركي ينعش الآمال بعودة تدفق مياه محطة علوك إلى الحسكة. أكثر من مليون شخص يترقبون إبعاد المياه عن التوظيف السياسي. في وثيقة اليوم، البنتاغون يحقق في تسريب خطط سرية لواشنطن والناتو في أوكرانيا. أي تأثير للخرق الكبير في الخطوط الأمامية في الأشهر المقبلة؟ وفي قضية اليوم، إسرائيل تخفق في كسر معادلة وحدة الساحات. هل بدأ الردع الإسرائيلي المتآكل بمرحلة السقوط؟ في صنعاء يحط الأسبوع المقبل وفد سعودي وعماني لإجراء محادثات تمهد لإعلان وقف إطلاق النار قبل عيد الفطر. ما تنقله وكالة رويترز عن مصادرها يؤكد ما سبق أن كشفته الميادين من استدعاء الرياض مجلس القيادة الرئاسي أخيرا بهدف إبلاغه قرارها إنهاء الحرب وإغلاق الملف اليمني نهائيا. فهل بتنا أمام الأيام الأخيرة من الحرب؟ نتابع ثم نحلل. في الذكرى الأولى لإعلان مجلس القيادة الرئاسي من الرياض، السعودية تبلغ رئيس المجلس وأعضاءه برغبتها في إغلاق الملف اليمني نهائيا وإنهاء الحرب، وتضعهم أمام صورة تفاهماتها غير المعلنة مع صنعاء. تفاهمات أفضت وفق ما أفادت به مصادر يمنية مطلعة الميادين إلى خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة القائمة من 6 أشهر إلى عام إضافي آخر، ولكن بشروط وإجراءات جديدة لبناء الثقة وتعزيزها. إجراءات تتمثل في تسليم رواتب الموظفين وتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية وفتح ميناء الحديدة كليا، مع توسيع وجهات الرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، واستئناف تصدير النفط اليمني. المصادر قالت إنه سيعقب تمديد الهدنة إعلان سعودي عن انتهاء الحرب ووقف تدخلها في اليمن قبل استئناف المحادثات السياسية وعقد مشاورات يمنية بإشراف أممي للتوافق على مرحلة انتقالية لعامين يجري الاتفاق خلالها على مستقبل شكل الدولة والحكومة المعنية بالسلاح. خريطة طريق تكاد تكون شبه نهائية بالنسبة إلى الرياض لكونها جاءت خلاصة محادثات غير معلنة وحوار طويل بدأته منذ أعوام مع أنصار الله واستمر طيلة العام الماضي من الهدنة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أحمد عبد الرحمن، مدير مكتب الميادين في صنعاء، نبقى معك ونسأل، هل الخارطة السعودية هذه تعني نحن الآن أمام اتفاق وشيك لإنهاء هذه الحرب؟ تحياتي لك محمد وللزملاء الأعزاء والمشاهدين الكرام. طبعا في حال كانت السعودية جادة في وقف الحرب فعلا والتوجه نحو السلام وإنهاء هذا الكابوس المؤرق والمستنزف لها ووقف أيضا هذه المأساة الإنسانية ونزيف الدم الأخوي العربي بعد 8 سنوات من القتل من أجل القتل والتدمير من أجل التدمير والاستنزاف والقضاء على مقومات الحياة والبقاء في هذا البلد الجار والشقيق لها والعمل على إعادته عقودا إلى الوراء،
فإننا يمكن أن نقول أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة إلى حد ما عما سبقها. أما في حال لم تكن السعودية جادة فهذا يعني أننا أمام يعني مرحلة لن تختلف عما سبق وخاصة خلال العام الماضي، وهذا يعني أيضا أن السعودية تكون قد أجلت الخيار العسكري كما قال الكاتب عبد الرحمن مراد اليوم في صحيفة الثورة، ولم تعد يعني لم تعد تفضل هذا الخيار، وعوضا عنه ستدير الشأن اليمني أو الوضع في اليمن بالحرب الناعمة وبخيارات السلام كما يقول أيضا، وأيضا بالاضطرابات والقلاقل والتنافر والنزاع مع ضمان حيادية محور المقاومة. هذه نقطة مهمة يطرحها الكاتب اليوم في صحيفة الثورة من خلال التخدير الموضعي للقضايا حتى يخلو لها الجو في اليمن. أحمد، هنا نذهب لنيويورك نسأل أيضا نزار عبود، كيف تنظر الولايات المتحدة نزار إلى الصيغة التي تتم بها المباحثات وهذه النهاية المحتملة لهذه الحرب؟ تحية للجميع. الرئيس بايدن قبل 5 أيام تقريبا تحدث عن موضوع الهدنة وقال إن هذه الهدنة التي دخلت الولايات المتحدة فيها والتي رعتها بشكل أساسي ولها الفضل فيها أمنت أولا الاستقرار السعودية بمنع الغارات التي كانت تحدث عبر الحدود، وبذلك ضمنت الولايات المتحدة بطريقة حماية السعودية. أيضا تحدث عن دور أساسي في الذي تلعبه الولايات المتحدة وقال هدف الولايات المتحدة يبقى في اليمن على أساس محاربة داعش، محاربة القاعدة في الجزيرة، وأيضا منع النفوذ الإيراني. وبالتالي هو يقول نحن لنا دور أساسي في هذه الهدنة ويأمل بأن تستمر الهدنة إلى وصولا إلى التسوية. وتحدث طبعا عن جهود الدبلوماسية الأمريكية في هذا الصدد، لكن طبعا هناك خلاف كبير يبقى في هذا المجال. الولايات المتحدة تحدد أهدافها بأنها أيضا لمنع النفوذ الإيراني في اليمن، وفي ذلك فرق كبير بين ما ترمي إليه الدول الإقليمية وما بالعودة لك. أحمد عبد الرحمن، كيف يمكن أن نصف موقف صنعاء مما يجري؟ صنعاء حتى الآن تلتزم الصمت كعادتها وكحالها خلال الأشهر أو العام الماضي والأعوام السابقة، مع تأكيدها على مطالبها أو شروطها لتمديد الهدنة القائمة والمستمرة رغم القصف المدفعي السعودي اليومي، وأيضا رغم القتل وجرح أبناء المناطق الحدودية في صعدة. وتحذر في الوقت نفسه السعودية من مغبة التصعيد وأيضا من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ ما التزمت به على طاولة المفاوضات من دون أن تقول لنا ماهية هذه الالتزامات. وبالتالي الحديث كثر خلال الفترة الماضية والإشاعات كثيرة أيضا، والجميع يتحدث عن اتفاقات وتفاهمات سرية غير معلنة. خارطة الطريق اليوم هذه السعودية كما حصلت عليها الميادين تبدو إلى حد ما قد لبت بعض مطالب صنعاء أو أهم مطالب صنعاء لناحية تسليم رواتب الموظفين، أيضا رفع القيود عن ميناء الحديدة، إضافة إلى توسيع الوجهات الجوية من وإلى مطار صنعاء، لكنها يعني لم تتحدث عن ضمانات، وهذه نقطة مهمة لتنفيذ مضامين هذه المبادرة أو هذا الاتفاق والالتزام أيضا بمضامينها من جميع الأطراف وفي مقدمة ذلك السعودية وتحالفها. وهناك تجربة مهمة وماثلة وهي عدم الالتزام باتفاق الهدنة خلال العام الماضي، وقبل ذلك وبعده محمد لم تأتي هذه المبادرة أو الخارطة على ذكر القوات الأجنبية على الأراضي اليمنية أو القواعد العسكرية الغربية، كما لم تتحدث عن تعويضات أو إعادة إعمار، وهي تحول بصورة أو بأخرى السعودية إلى وسيط أو مشرف وراعي للاتفاق أو لأي اتفاق. ولا هي المرحلة الماضية كانت مرحلة مماطلة ولعب على الكلمات. في تقريرها المتعلق بالانسحاب من أفغانستان الذي بات بيد الكونغرس، لا تكتفي إدارة بايدن بالدفاع عن نفسها، بل تذهب إلى تحميل إدارة ترامب المسؤولية عن مشهد الفوضى الذي رافق الخروج.
وهو ما دفع الرئيس السابق إلى الرد متهما البيت الأبيض بالتضليل. نتابع ثم نحلل. أشعل إعلان البيت الأبيض تسليم الكونغرس تقريرا سريا عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان حربا كلامية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، وأعاد تقاذف المسؤوليات إلى الواجهة. إدارة بايدن التي دفعت في تقريرها عن قرار الانسحاب لم تفوت الفرصة لإلقاء اللوم على الإدارة السابقة، إذ رأت في الاتفاق المبرم مع حركة طالبان في نيسان 2021 محاولة من إدارة ترامب لوضع حكومة بايدن في موقف صعب. تكرر الإدارة الأمريكية ما قالته مرارا عن عدم وجود خيارات بديلة، وبعد أكثر من 20 عاما وأكثر من تريليوني دولار وتدريب 300 ألف عنصر أفغاني، يؤكد البيت الأبيض أنه ما من شيء كان بإمكانه تغيير مسار الانسحاب، وأن بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة لواشنطن منذ مدة طويلة. لم ينتظر ترامب كثيرا لرد الاتهامات التي طالته على مطلقها، فاعتبر بايدن المسؤول الأول والأخير عن فشل الانسحاب، واصفا إياه بالمغفل الذي يدمر البلاد بشكل منهجي. الرئيس السابق وضع مضمون التقرير في سياق حملة التضليل التي تستهدفه على مشارف عام انتخابي لن تغيب عنه لعنة الانسحاب من أفغانستان. نزار عبود، بايدن يلقي باللوم على الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان، ترامب يقول بايدن هو من يتحمل المسؤولية ولا أحد غيره، لماذا تقاذف المسؤولية والتهم وصل إلى هذا الحد؟ التقاذف هو بسبب الفشل. الولايات المتحدة أخفقت في حروب كثيرة، حرب أفغانستان مثال 20 عاما من الاحتلال لم تستطع فيه أن توطن سيطرتها على هذه الدولة، وخلقت أعداء كثيرين بسبب الهمجية التي تعامل بها الجنود الأمريكيون على الأرض. لا شك طبعا أن الرؤساء هنا حصلت العملية عملية الانسحاب في وقت بين رئيسين، طبعا ترامب هو الذي اتخذ قرار الانسحاب وضمن سياسته بالانكفاء إلى بعيدا عن الشرق الأوسط ونحو آسيا وغيرها، وبايدن نفذ. هناك طبعا قال بايدن أن البنتاغون كان على اطلاع بكامل وهو أوصى بهذا الانسحاب بهذه الطريقة التي حصلت، والحقيقة أنه في الاستجواب الذي جرى في الكونغرس البنتاغون قال نحن أوصينا بإبقاء قدر من الجنود 2500 جندي للمحافظة على السفارة الأمريكية والمطار ومساعدة القوات الأفغانية في المرحلة الانتقالية، وبذلك يكون بايدن قد لم يقل الحقيقة كاملة. أيضا هناك رسالة بعثتها السفارة الأمريكية في كابول إلى الإدارة الأمريكية تنذر بأن انسحابا سريعا في الوقت المحدد في مطلع أيلول سيؤدي إلى سيطرة كاملة للطالبان وإلى انهيار القوات الأفغانية وقوامها 300 ألف، وبذلك لكن بايدن تجاهل ذلك، وطلبت تلك الوثيقة من أنتوني بلينكين وزير الخارجية ورفض تسليمها، وبالتالي هناك أوراق في يد الجمهوريين لإدانة بايدن في هذا الانسحاب الذي هدفه الأساسي كان التركيز على الشرق الأوسط وتفويض دول المنطقة لا سيما روسيا في حرب كبيرة ضد عمليات ضد الإرهاب. هذه أشياء لم تعلن لكن هناك الكثير من المحللين الذين أجمعوا عليه. اسمح لي هنا بالذهاب لدمشق لسؤال محمد الخضر، إلى أي مدى يمكن أن نشاهد مشهدا في سوريا يشبه ما حصل في أفغانستان، خصوصا مع تواجد للجنود الأمريكيين بصورة غير شرعية؟ مساء الخير محمد، مساء الخير للزملاء وللسادة المشاهدين. السيناريو بات واردا جدا خصوصا مع بدء تحرك واضح للمقاومة الشعبية لإجبار الأمريكيين على دفع ثمن بقائهم على الأراضي السورية. واقعيا خلال السنوات الماضية الأمريكيون كانوا مرتاحون لدرجة كبيرة في البقاء في سوريا عبر حوالي 24 قاعدة و4 نقاط. منذ مطلع هذا العام هناك استهدافات واضحة
بالطيران المسير، بيع الصواريخ للقواعد الأمريكية سواء في حقل العمر، أخراب الجير الشدادي ومواقع أخرى. هذا الأمر في الواقع يمكن قراءته أيضا خلال تصويت للمجلس النواب الأمريكي في 9 آذار الماضي، عندما أيد 103 نواب، وهذا كان لافتا لمشروع قرار انسحاب أمريكي من سوريا، وبذلك يتماهون مع ما كان طرحه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 عندما قرر الانسحاب ثم رجع عن هذا القرار. كل هذه المعطيات في الواقع تشير إلى إمكانية كبيرة للانسحاب الأمريكي، إنما الأمر في الواقع مرتبط باستمرار مثل تلك المقاومة الشعبية، ثم يعني ما سوف يحدث على مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، وما سوف يؤثر على كل منطقة شرق الفرات، ما يجبر الأمريكيين بالفعل على المغادرة. نزار عبود، لعنة الانسحاب لو صح التعبير، هل ستبقى تلاحق الأمريكيين، وكيف يمكن أن يتفاعل هذا الملف خصوصا في الفترة المقبلة وهي فترة انتخابات؟ بالتأكيد هناك جدل كبير في الولايات المتحدة حول ذلك، وحتى بايدن مؤخرا عندما حصل حادث اطلاق نار في احدى المدارس وقتل، قال ان هناك الكثير من الجنود يعودون من ساحات المعارك ويتعرضون لاوضاع نفسيه سيئه، وبالتالي يتسببون في طبعا قسم منهم يتسبب بهذه الجرائم، اي ان حاله الجنود بالعوده من ساحات قتال. لا شك طبعا ان الحزبين سيستخدمان هذه المساله ضد بعضهما، هناك اوراق في يد كل منهما الذي تورط في البدايه جورج بوش طبعا في الحرب على الارهاب، حرب فاشله بكل معنى الكلمه، دمرت الدول وخلقت ارهابا كبيرا يمتد من افغانستان الى ليبيا الى اليمن الى دول الى الصومال وحتى القاره الافريقيه وصولا الى نيجيريا. الولايات المتحده في كل حروبها السابقه لم تحسب حسابات، وورطت العالم كله في جرائم ستبقى لفتره طويله. الآن إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، تسريب وثائق سرية للبنتاغون تكشف خطط واشنطن والناتو في الصراع ضد روسيا، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تكشف حال الجيش الأوكراني وخطط واشنطن والناتو لدعم قوات كييف. الصحيفة أشارت إلى أن الحديث يدور عن وثائق مؤرخة في مطلع آذار مارس تزعم أن قنوات روسية موالية للحكومة تنشرها عبر تيليجرام، وأضافت أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا لإزالة هذه الوثائق عبر الشبكات الاجتماعية، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك حتى مساء الخميس، وهي تكشف معلومات مختصرة بشأن 12 لواء أوكرانيا في طور التشكيل جرى تدريب 9 منها، وزودتها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو بالعتاد. هذا وتشير الوثائق إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات، وبينما لم تكشف عن خطط عسكرية محددة، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل أن يحصل الهجوم في الشهر المقبل أو نحو ذلك. كثيرة هي الملفات التي تنتظر البحث بين أنقرة ودمشق في حال استمرار مسار التقارب بين البلدين. ملف المياه، مياه الفرات واحد منها، إذ يأمل أهالي الحسكة أن ينهي التقارب التركي السوري معاناتهم من جراء الحرمان من المياه. نتابع ثم نحلل. رمضان الحسكة من دون ماء، المدينة التي تدفع ضريبة موقعها قرب الحدود التركية في معاناة مستمرة منذ 9 أشهر من دون الوصول إلى حل يعيد المياه إلى مجاريها من محطة علوك إلى الشبكة الرئيسية في الحسكة. منظمة اليونيسيف دخلت إلى محطة علوك، تم تغذيتها بالكهرباء، تبين هناك أعطال كهربائية وتم إصلاح الأعطال الكهربائية واستقبلت المحطة، لكن تبين أيضا أن هناك تعدي على خطوط المياه، وحاليا كما أبلغونا المنظمة هناك في إصلاح للكسور.
ومع تحرك مياه الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة وانعقاد أول اجتماع دبلوماسي سوري تركي برعاية روسية إيرانية والأنباء عن اجتماع قريب لوزيري خارجية البلدين في موسكو الأسبوع المقبل، سمحت أنقرة للمرة الأولى منذ احتلالها رأس العين لوفد من منظمة اليونيسف بدخول المحطة وإبلاغهم استعدادها لإعادة الضخ وتسهيل عمليات الصيانة لخطوط الكهرباء والمياه، ما اعتبر أنه موقف إيجابي للأتراك في هذا الملف. التقارب بين البلدين أنعش أمان أهالي الحسكة بتحييد محطة علوك عن الصراع وإعادة ضخ المياه منها في ظل اقتراب دخول فصل الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك من 40,000 متر مكعب يوميا إلى 100,000 متر مكعب. المي لحاله صار بده راتب، يعني المي لحاله صار بده 150,000 شهريا، مشان شو؟ احنا نطالب بحل بديل وخصوصي بهالوضع هذا، واحنا مقبلين على يعني على صيف وبدنا استهلاك مي اكثر. دينا راحت، نحن عم نيجي ننتع مي من هون ونشيل، فنطالب يعني انه الحق مو بس الحق الطبيعي، الحق عند العالم كله وعند الدول وعند هاي انه المي، لانه المي هي الحياه. ملف مياه الفرات هو أحد أبرز الملفات التي ستكون موضع بحث بين سوريا وتركيا إذا ما تم الاتفاق على جدولة الانسحاب ومكافحة الإرهاب كما اشترطت دمشق. وتبدو أنقرة مهتمة بإظهار حسن النية تجاه دمشق عشية اجتماع موسكو بإبداء مرونة بملف مياه الحسكة ومحطة علوك بعد تعثر الجهود الروسية والحكومية لأكثر من مرة، بانتظار إيجاد حل جذري ونهائي في هذا الملف ملفات أخرى معلقة ومعقدة بين البلدين. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. محمد الخضر، ما هي الملامح لعودة العمل بمحطة علوك وبالتالي عودة المياه؟ محمد، أولا هذه المحطة قبل كل شيء هي المصدر المياه الرئيسي لمليون إنسان في الحسكة. نحن نتحدث عن 32 بئرا، هناك 12 مضخة، وتقع كلها في محيط رأس العين إلى الشمال الغربي من الحسكة ب 95 كيلومترا. رأس العين وتلك المناطق وقعت تحت سيطرة ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا منذ عام 2018. منذ ذلك الوقت هناك أزمة مياه خانقة في الحسكة، قطعت المياه حوالي 34 مرة وذلك وفق يعني أرقام وأحصائيات دقيقة. في العام الماضي المياه لم تأتي سوى مدة شهرين وبشكل متقطع نتيجة الضغط الذي تقوم به هذه المجموعات المسلحة التابعة لتركيا. هذه المجموعات تطالب بكميات كهرباء تحاول الابتزاز، كميات كهرباء تزيد عن حاجتها من أجل مصالحها في تلك المناطق التي سيطرت عليها. الآن هناك بوادر في الواقع، منذ الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة قامت منظمات وموظفون دوليون من المعتمدين في دمشق بزيارة هذه المحطة، عينوها، قاموا بإصلاحات ضمن الإصلاحات الميكانيكية لبعض الآبار. الأتراك لم يشترطوا هذه المرة زيادة كميات الكهرباء، وفي ذلك إشارة واضحة إلى تسهيل في عمل هذه المحطة. بدأ العمل بالفعل بتلك المياه، لكن تبين وجود مشكلات في الأنابيب التي تصل من تلك المحطة، محطة علوك، باتجاه المناطق التي تخدمها. الآن الأتراك، وهذه أيضا نقطة أخرى، تعهدوا بأنهم هم سوف يقومون بإصلاح هذه الأعطال ضمن الأنابيب وسوف يخبرون المنظمات الدولية من أجل إعادة هذه المياه. هناك ترقب في الواقع من قبل مليون شخص من الحكومة السورية لأن هذا الموضوع إنساني بامتياز، لا يجوز تسييسه. لسؤال أحمد عبد الرحمن حول نهب ثروات اليمن، كيف انعكس على الواقع في البلاد خصوصا على مستلزمات الحياة اليومية وواقع تقديم الخدمات؟ نعم أحمد، هذا النهب ضاعف من معاناة اليمنيين التي خلقتها وولدتها الحرب المستمرة وأيضا الحصار. نهب الثروات خلق معاناة موازية وضعف هذه المعاناة وفاقمها. اليوم أكثر من 23 مليون وفقا لأرقام وإحصائيات الأمم المتحدة يعانون من أزمة غذائية ويحتاجون إلى مساعدات لازمة من الأمم المتحدة، ولا يستطيعون البقاء من دون هذه المساعدات. أيضا الأمم المتحدة كانت قد دقت ناقوس الخطر خلال السنوات والأشهر الماضية وتحدثت عن مجاعة وشيكة ما لم يتم
يعني تسليم رواتب الموظفين. اليوم نتحدث عن أكثر من مليون موظف لا يتقاضون أو لا يستلمون رواتبهم. هؤلاء المليون يعني هناك أكثر من هذا العدد أسر يعني وأفراد يعولهم هؤلاء هذا العدد من الموظفين اليمنيين، هم أيضا يعانون نتيجة هذا عدم تسليم رواتبهم وأيضا نتيجة نهب ثرواتهم وذهاب هذه الأموال البنك السعودي من دون أن تعود على المواطنين اليمنيين، سواء في مناطق سيطرة حكومة صنعاء أو في المناطق الأخرى. طيب محمد الخضر، بالنسبة للفرات، هل هناك أي مؤشرات بحل هذا الملف وإطلاق المياه من جانب تركيا، خصوصا وهو يؤثر في الحياة الزراعية سواء في سوريا أو حتى في العراق؟ صحيح، موضوع الفرات حتى هذه اللحظة المياه تحسنت بشكل لافت منذ حوالي أسبوعين مع هطولات مطرية غزيرة جنوب الأناضول وفي منطقة الجزيرة السورية، ثم بدأ موسم ذوبان الثلوج في تركيا. لم يختبر حتى الآن هذا الملف، وأن كانت ضغوط كبيرة في ملف المياه قبل حوالي 4 أو 5 أسابيع أدت إلى توقيف العمل حتى في ست تشرين توفيرا للمياه، ست تشرين على نهر الفرات. اليوم هذا أيضا ملف آخر للترقب، وهناك رهانات في الواقع وربما وعود بأن هذا الملف سوف يكون طي المعالجة باعتباره ملف داعم لكل المسار التقاربي بين دمشق وأنقرة. شكرا جزيلا لكم محمد الخضر، نزار عبود وأحمد عبد الرحمن. مشاهدينا، فاصل ونحلل قضية اليوم. من التآكل إلى السقوط تنتقل حال الردع الإسرائيلية، كما يصف خبراء إسرائيليون ساعات قليلة بدت فيها تل أبيب وهي تبحث عن عدوان لا يجرها إلى حرب تدرك نتائجها، فيما العنوان الآخر للفشل هو في العجز عن كسر معادلة وحدة الساحات. نتابع ثم نحلل. في معضلة سياسية وأمنية معقدة وجدت إسرائيل نفسها على وقع سرعة تبدل المشهدين الأمني والعسكري في الشمال والجنوب، الذي بدأ على خلفية اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، وأدى إلى إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية من لبنان وغزة. ما حصل هنا في الأيام الماضية هو أنه نشر فيلم يظهر كيف أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية مع خوذ ودروع يضربون بالهراوات المصلين في المكان الثالث من حيث القداسة بالنسبة إلى المسلمين الأقصى، وهذا الفيلم برأيي دفع المسلمين إلى الجنون وأدى إلى إطلاق الصواريخ. الخشية من التصعيد وانزلاق الأمور نحو الحرب زاد بحسب محللين من صعوبة مهمة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تتمثل في ترميم صورة الردع الإسرائيلي الذي تآكل أخيرا مقابل الجرأة الزائدة من جانب محور المقاومة الذي شخص جيدا الضعف والشرخ في المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل حتى الآن مردوعة، لقد رأينا أنه مع تآكل الردع في الشمال والجنوب حصلنا على صواريخ من غزة ولبنان. إسرائيل الآن في زاوية إشكالية حتى من ناحية تفعيلها للقوة. الربط بين الساحات عنوان آخر أيضا للفشل الإسرائيلي في كسر هذه المعادلة التي كرستها وعكستها الأحداث الأخيرة على الأرض. أعتقد أن إسرائيل لا تريد التصعيد، المصلحة الإسرائيلية هي على العكس تماما، العمل على تمييز الساحات والفصل بين الساحات، وأعتقد أن المعضلة الماثلة الآن أمام إسرائيل هي كالتالي: الرد نعم، لا الربط بين الساحات والتصعيد الواسع. التخبط الذي أدخلت فيه تطورات الساعات الماضية القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل قابله انتقاد من قبل المعارضة التي وإن أعلنت دعمها الكامل للحكومة فقد اتهمتها بعدم المسؤولية وإضعاف إسرائيل أمام العالم.
ونبدأ بمحلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. أي عنوان يصلح الآن لوصف الواقع الإسرائيلي؟ ولماذا فقدت إسرائيل الردع بهذا الشكل؟ تحياتي محمد. إسرائيل فقدت الردع بهذا الشكل لأنه الثورة تتقدم، لأنه المقاومة تنتصر. وأنا لست من المتشجعين لأقول بأنه هذا ضعف إسرائيلي وأكتفي بذلك، فهذا استهانة بتضحيات شعوب وآلاف الشهداء وعشرات آلاف المعتقلين. لبنان لم يصبح لديها هذه المقاومة من فراغ، ولم تشتريها من ديوتي فري، وإنما زرعت الشهداء في الأرض حتى حصلت عليهم. المقاومة الفلسطينية في كل واد في كل بلدة تقدم يوميا شهداء وتقدم جرأة وبطولة في التنفيذ، إرادة قتال غير عادية. هذا أدى إلى فقدان الإسرائيليين ثقة بأنفسهم رغم قوتهم ورغم الفولاذ المستفيض عندهم، وأدى إلى أن ترتفع معنويات الفلسطينيين أصحاب الحق. وأنا أستمع إلى الإسرائيليين يبحثون عن إجابة لماذا تهاوت قوة الردع لديهم. هذا السؤال سألوا لأنفسهم في الانتفاضة الأولى، والسبب ليس ضعف جيش رابين وإنما بطولة أطفال الانتفاضة. وفي الانتفاضة الثانية أيضا حين كانت تطير الباصات في تل أبيب بفعل الأحزمة الناسفة طرحوا نفس السؤال. أنا أقول اليوم بأن إسرائيل تفقد قوة الردع لأن هناك من يستهين بها وبردعها، وهناك شعوب عربية حية، وهناك مناضلين أبطال، وهناك قابضين على الجمر أدوا إلى هذا السؤال. محلل الميادين للشؤون العربية والإقليمية عبد الرحمن نصار، بالتأكيد هناك عوامل أدت إلى تآكل وسقوط الردع الإسرائيلي بهذا الشكل، كيف يمكن أن نوجز تلك العوامل؟ يمكن بكل سهولة تقسيمها إلى عوامل خارجية وداخلية. هناك مجموعة من العوامل الداخلية التي ساهمت في تآكل قوة الردع. أولا، الإسرائيليون لا يرغبون في مشاهد التوابيت، عندهم مشكلة في ثقافة الموت بصورة خاصة. يعني إذا قارنا حتى بشعوب أخرى أجنبية وليس مجرد الشعوب العربية، إذا نظرنا مثلا إلى الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي شعب يمجد الحرب، ويمكن أن يكون لديه شيء يشبه مفهوم الشهادة لدينا. لكن إذا جئنا إلى المجتمع الإسرائيلي المركب تركيبا، وهو ليس مجتمعا طبيعيا ولم ينسج في حالة طبيعية، وإنما تجميع لأكثر من 80 جنسية من بقاع الأرض، عنده مشكلة في ثقافة الموت، ولا سيما لدى الفئة الإشكنازية في إسرائيل. لذلك نراهم في المعارك والحروب يقدمون فئات مختلفة للقتال في الصفوف الأولى قبل أن يتقدموا إلى هنا. هذا أولا مشهد التوابيت. ثانيا، توجد عوامل داخلية لها علاقة بالجيل الجديد، هو جيل مرفه وليس جيل قتال. نعم، في خلال 67 وحرب 67 تبين الجيل الإسرائيلي الشرس الذي تخرج من الحرب العالمية الثانية، وربما كان بعض المقاتلين قد خاضوا معارك في تلك الحرب، ولذلك كان هناك جيل أقوى من هذا الجيل الموجود حاليا. هذا الجيل مرفه لا يريد أن يقاتل، وإذا قاتل يريد أن يقاتل من وراء الحاسوب أو من وراء أجهزة المراقبة. العوامل الخارجية لا تقل أهمية، وهي كما قال الزميل ناصر ربما تكون الأكثر تأثيرا. منذ 2006 حتى اليوم لم تشن إسرائيل أي حربا خارجية خارج حدود فلسطين الانتدابية، وهذا وحده كفيل بتدمير ما تبقى من ردع. وليس أخيرا أن تغير العقائد القتالية. اليوم المقاتل الفلسطيني العراقي اللبناني اليمني يظهر البطولات. سابقا كان يمكن للإسرائيلي أن يتكتم على كل شيء، ولكن اليوم ضمن حرب الصورة يكشف الفلسطيني وكل الجنسيات الأخرى واضحة بسهولة. بالضبط. طيب، نسأل هنا محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، إدارة بايدن كيف تعاطت مع هذه التطورات؟ طبعا إدارة بايدن لم تدن كما يفترض أصلا الهجمات الصهيونية على المسجد الأقصى وعلى المصلين، وحتى حالت دون صدور بيان في الأمم المتحدة يدين الممارسات الوحشية الإسرائيلية، لكنها أصدرت عبر التصريحات وعبر مجلس الأمن القومي تقول نشعر بقلق بالغ لما يجري، نحث جميع الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد، نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، نقف بحزم، ولكن ذكرت أمر نقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس. هي تدرك حساسية هذا الأمر. طبعا أدانت إطلاق الصواريخ على الكيان، وأيضا أن التزامها متين بأمن إسرائيل.
طبعا يعني عندما سألت عن العنوان، يمكن القول أنه المشكلة في فهم الإسرائيليين وربما حتى الأمريكيين، وبدأوا يفهموا أن موضوع القدس لا يعني أنه يؤدي إلى جولة فقط، هو إمكانية أن يعني إلى الحرب الشاملة، إلى المواجهة الشاملة لنقل المتدرجة. وبالتالي نجد أنه إدارة بايدن تحاول بالأقنية الداخلية الدبلوماسية أن تضبط الوضع، وحتى في هذا التصريح الذي يبدو أنه منحاز يبقى للكيان الإسرائيلي، إلى أنه واضح أنه في متنته، يعني في متنه، هناك محاولة لضبط الحكومة الإسرائيلية ومحاولة تخفيف ما يجري وعدم توسيعه. عندما تقول حث جميع الأطراف، هي تضع المقاومة بكل أطرافها في نفس المستوى مع الإسرائيلي. طيب ناصر اللحام، تجربة الاعتداء الأخير من الجانب الإسرائيلي وما سبقه من تصريحات وسقوف عالية والقدرة على المحاربة على أكثر من جبهة، لكن بالتطبيق بان شيء آخر تماما، كيف يعلل ذلك؟ أنا هذا سؤال مهم جدا وفني أيضا، أنه كيان يملك الطائرات الـ F-35 وجميع المقاتلات الحربية، يملك الأسلحة النووية ويملك المال الذي لا ينضب، لماذا يرتعد أمام أي مواجهة مع أي فصيلة أو تنظيم فلسطيني صغير أو مع حزب الله وغيرها؟ وهذا يتعلق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية. زميل عبد الرحمن أوجز وأبدع في وصف العوامل الداخلية، اسمح لي أن أضيف أن كل إسرائيلي في يعيش مستوطنا على أرض فلسطين يشعر بأن هناك شيء تغير، وأن ما يقرأه عن تاريخ إسرائيل الصغير مختلف تماما عن الواقع. اليوم البي دي أس في العالم كله تقاطع إسرائيل، لدرجة أنه قائد إسرائيلي كبير قال أنا أخجل أن أكون إسرائيليا. يهود الولايات المتحدة الأمريكية لا يدعمون نظام أبارتهايد، وهذا مهم جدا. الإعلام ودوره الداخل الإسرائيلي، أنا قلت بالأمس أن هذه كانت معركة الواتساب. الواتساب تناقل الأخبار وما حدث عن إطلاق الصواريخ قبل اعتراف الجيش الإسرائيلي، وهذا مهم جدا في كل الحروب، أنه اليوم الرقيب العسكري لا يحكم. آخر نقطة أنه إسرائيل ذهبت إلى يهودية الدولة، وهذا جعلها تنحر نفسها، عوامل السقوط الداخلي. طيب عبد الرحمن، هل يمكن أن تسم عمليات الاغتيال في إعادة الردع؟ من الجيد للإجابة عن هذا السؤال أن نستعرض للمشاهدين أنواع الاغتيالات التي يمارسها الإسرائيلي. هناك أربع أنواع. الأول هو الاغتيال الثأري الانتقامي، والاغتيال الردعي هذا الثاني، والثالث هو الاغتيال لإزاحة شخصية مزعجة ويسمى الاغتيال التكتيكي، ورابعا لدينا اغتيال استراتيجي وهذا هدفه تعديل مسار أو إجراءات تعديلات هيكلية. يعني في الاغتيال الثأري، هذا أحيانا إسرائيل كانت تمارسه في أماكن معينة، ولكن هو ليس منوطا بالدول وإنما بالعصابات أكثر، ولكن لأن العقلية الإسرائيلية عقلية عصابية يمكن أن تستعمل هذا الأمر. الاغتيال الردعي الهدف منه هو جباية الثمن، بمعنى أنه أنت تردع الطرف الآخر عن أن ينفذ عملية أخرى، ولكن الاغتيال إزالة شخصية مزعجة عندما يكون هناك قائد مسؤول عن مجموعة من العمليات المتتالية والإزعاج المتواصل، من المهم قتله ولوقف هذه الإزعاجات. وأخيرا هناك الاغتيال الاستراتيجي، بمعنى أنت تغتال شخصية لا يمكن تعويضها، مثال عماد مغنية، وهذا يمكن أن يعدل مسار الجهة المقاومة. كل هذه الاغتيالات أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها لم تحقق أي ردع لإسرائيل، بالعكس. صحيح أننا كنا نخسر قادة مميزين، من الصعب إخراج قادة مثلهم، ولكن لم يؤدي أبدا إلى ارتداء أي جهة من جهات المقاومة، وحتى من التنظيمات الصغيرة قبل التنظيمات الكبيرة. طيب منذر سليمان، تفاعل الإدارة الأمريكية مع التطورات الأخيرة كيف يمكن أن ينعكس على العلاقة، وهي توصف بالأساس أنها متأزمة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو المتطرفة؟ فعلا هي علاقة متأزمة، لأنه كان هاجس إدارة بايدن وهو استمرار لما قامت به إدارة ترامب، هو تعزيز اندماج الكيان الإسرائيلي في المحيط العربي وخاصة الخليجي. ونجد الآن كيف هناك تردد واضح من قبل العديد الذين رقدوا نحو التطبيع بالتراجع، والتقارب الإيراني السعودي من جهة، دخول الصين كطرف أساسي دولي راعي للتطورات والمعادلات في المنطقة، كل ذلك
التمرد الذي يمارس من قبل العديد من دول الحليفة الطبيعية للولايات المتحدة وخاصة السعودية في كثير من الملفات من الطاقة إلى غيرها، كل هذا الأمر يجعل الأمريكيين يخشون. هناك صراع بين مقاربتين، الجميع يرغب في أمن إسرائيل، فهم الأمريكيين واليهود الأمريكيين والغالبية الساحقة من اليهود الأمريكيين والصهاينة المؤيدين في الكونغرس أن الأسلوب الذي تتبعه إدارة حكومة نتنياهو لا يؤدي إلى تحقيق أمن إسرائيل لا في المدى المنظور ولا على المدى الاستراتيجي. نعم. إذن هذه الأزمة مستمرة، ولكن تحرص إدارة بايدن على أن يظهر هذا الخلاف إلى العلن وبشكل تراشق إعلامي، ولكنها تمارس أعلى أشكال الضغط في القنوات الدبلوماسية، وهذا أمر واضح. ناصر اللحام، عمليات الداخل، ما تشهده الضفة، هي مخاطر في مقدمة المخاطر على الاحتلال الإسرائيلي. كيف سينتهي هذا الأمر وكيف سيتم التعامل معه؟ ما يؤكد كلامنا وكلام الزملاء جميعا في هذه الحلقة هو أن إسرائيل كل فترة تختار لها عدو كبير. ذات يوم قالت في المفاعل النووي الذري العراقي، اليوم أيام وسنوات إيران هي العدو الأول، 20 سنة وهي تقول حزب الله عدونا الرئيسي، 20 سنة وأكثر قالت منظمة التحرير هي العدو الرئيسي والحرب ضدها. من جديد عادت إسرائيل وفي حكومة نتنياهو هذه قسمت المخاطر وقالت أولا مخاطر العمليات في الأرض المحتلة، ولذلك شنت حربا على جنين كاس الأمواج وتحول إلى صانع الأمواج، ثم ثانيا قالت إيران، ثم بعد ذلك الطائرات المسيرة التي يمكن أن تأتي من الخارج. أنا أرى بأنه هناك عوامل متغيرة تتغير الأسماء الثابت الحقيقي والشعب الذي تحتله إسرائيل، أصحاب الحق يعني أولياء الدم هم الفلسطينيون في الأرض المحتلة، أولياء الدم سيكونوا هم أولا وثانيا وثالثا العدو الأول للاحتلال الصهيوني. طيب، بين أولياء الدم، بين الشعب الذي يؤمن بالمقاومة عبد الرحمن نصار ويؤمن بالكفاح المسلح لتحرير أرضه، وبين الكثر من المرفهين من الجانب الإسرائيلي، بالتالي ماذا يمكن أن يحدث لإسرائيل لو فقدت الردع بصورة كلية؟ سؤال جميل عزيزي محمد. الفكرة إذا راقبنا المشهد من بعد نرى أن إسرائيل كانت دائما في حالة الهجوم المفاجئ والمستبق، ثم صارت في حالة هجوم ضمن إطار تخطيط معين ومعلن ومعلوم سلفا، ثم تحولت الآن إلى حالة هي تصف نفسها بأنها حالة دفاع. طبعا هذا بعيد عن فكرة أو كذبة فكرة أنه تسمي نفسها جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن هم يتخوفون من مرحلة مقبلة أن يصيروا في حالة دفاع سلبي وليس دفاع إيجابي. الدفاع الإيجابي هو أن تبادر أيضا إلى توجيه ضربات إلى عدوك من أجل أن تقول أنا أدافع عن نفسي. الدفاع السلبي هو أن تنتظر إسرائيل وراء هذه الجدر التي تصنعها على حدود الأردن مع الضفة المحتلة، مع شمالي فلسطين، مع جنوب لبنان، تنتظر متى ستهجم عليها المقاومة. وربما كانت المبادرة التي جرت أمس هي المبادرة الأولى اللافتة على صعيد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية لاستغلال أحداث داخلية. إسرائيل الملاحظة بسيطة، عندما وجهت الضربة أمس في أعياد الفصح الشمال كان يعج بالإسرائيليين الذين ذهبوا لقضاء الإجازة، يعني حتى إسرائيل كانت أعجز من أن تفكر أن تذهب إلى مواجهة، تتدحرج إلى مواجهة لأنها تعرف أنها ستدفع ثمنا ربما يكون اقتصاديا كبيرا قبل أن يكون سياسيا وأمنيا. فهذا ما تخاف منه إسرائيل، وهذا هو المستقبل المقبل، أن تجلس إسرائيل تنتظر اللحظة التي سيهجم فيها الآخرون عليها تحت أي عنوان كان وربما بدون عنوان، لأنها هي في النهاية قوة احتلال تحتاج إلى مواجهة ومهاجمة منذ زمن. طيب منذر سليمان، هذا الواقع كيف يمكن أن تتعاطى معه الإدارة الأمريكية؟ الآن هناك مشكلة كبيرة في الردع إسرائيليا، البعض يقول تآكل، البعض يراه سقوطا، البعض يراه ما هو أسوأ من ذلك، إسرائيل في مرحلة ضعيفة هكذا توصف، لكن أيضا هي بذات الوقت أداة رئيسية للولايات المتحدة للسيطرة وللهيمنة في المنطقة العربية من بوابة الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن أن تتعايش مع هذا الواقع؟ يعني حتى الولايات المتحدة نفسها قدرتها على الخيارات العسكرية في المنطقة محدودة، ووجدنا ذلك من خلال ما جرى في استهداف المواقع الأمريكية في سوريا. مواقع الاحتلال الأمريكي في سوريا. صحيح
أنه التعامل الأمني والعسكري والتنسيق المشترك والميداني، خاصة بعد دخول الكيان الإسرائيلي في منطقة عمليات القيادة المركزية، يساعد. ولكن المشكلة أن الطرفان الآن يخشيان من إمكانية المواجهة الأشمل. الولايات المتحدة تخشى وتشعر أنه عناصر القوة التي تملكها أطراف معسكر المقاومة أنها لا تخشى من المواجهة الشاملة. صحيح أنها لن تبادر بالمواجهة الشاملة معسكر المقاومة، ولكنها لا تخشى وهي جاهزة. وما جرى من لبنان رغم رمزيته هو يرسل إشارة قوية جدا، وما جرى في غور الأردن. إذن هذا الأمر تحسبه الولايات المتحدة بدقة، وتشعر بأنه إذا تورطت إسرائيل أكثر وتدهور الوضع سيكون هناك وبالا على التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة ما تبقى، ووبالا على الكيان الإسرائيلي في حرب متدحرجة بالتأكيد ستؤدي إلى تغيير نوعي في كل معادلات المنطقة وتهدد حتى المصير الإسرائيلي. إذا من هنا التقلص في قدرة الردع الأمريكية وقدرة الردع، إن لم نكن سقوط كل الردع، على الأقل هذا التكامل وهذا يعني يتآكل أمام أعينهم، ولا يجدون الآن الخيارات التي يمكن أن ترمم ذلك بسبب صعود معسكر المقاومة واستعداده للمواجهة بشكل أوسع وعلى مختلف الساحات. شكرا جزيلا لكم منذر سليمان، ناصر اللحام وعبد الرحمن نصار. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.